تحية طيبة مجددا. وفي وقت تتزايد فيه دعوات التهدئة بين الأطراف المتناحرة في اليمن والتركيز على مواجهة انتقال وشيك لفيروس كورونا، يستمر التصعيد بين الحكومة المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة السعودية وبين جماعة أنصار الله الحوثية. ضربات جوية تشنها مقاتلات التحالف على معاقل الحوثيين في العاصمة صنعاء، وصواريخ باليستية تطلقها الجماعة لتطال العمق السعودي. تصعيد عسكري يثير مخاوف من احتمال تطور الأوضاع الميدانية، رغم الدعوات إلى وقف الأعمال القتالية والدخول في مشاورات تفضي إلى حل سياسي للصراع. صراع أوجد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. فلماذا يتواصل التصعيد بعد ترحيب أطراف الاقتتال بالدعوة الأممية لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمنع تفشي كورونا؟ هل هو عدم رغبة من قبل الأطراف اليمنية أم أن القرار ليس بيدها؟ ولماذا لا يتراجع القتال مع انشغال الدول والقوى الإعلامية أو الإقليمية داعمة للمتحاربين بوباء كورونا؟ التصعيد في اليمن وعدم تلبية دعوات التهدئة والتوحد أمام عدو أكبر وهو وباء كورونا وتداعيات ذلك على مستقبل البلاد، هذا ما سنناقشه في ملفنا الثاني بنشرة هذا المساء. التكاتف والتعاضد لا طالما كانا سيدا الموقف عندما تحل المصائب. أما جائحة كورونا التي يتخوف أهل اليمن من تفشيها بينهم، لم تردع القوى المتناحرة من إيقاف الضربات الجوية، إذ شنت القوات السعودية غارات على مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة التي طالت مركزاً للحجر الصحي، وفقاً لما أعلنته وكالة سبأ التابعة لقوات أنصار الله الحوثية. تبادل للهجمات يأتي بعد أن قصفت الأخيرة بالصواريخ البالستية العاصمة الرياض ومدينة جازان المحاذية للحدود اليمنية. نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا. تهديد حوثي واستئناف لقصف الأراضي السعودية بعد انقطاع دام 6 أشهر، بالتزامن مع انشغال الرياض بجبهتها الداخلية لمكافحة الوباء وإيجاد الآليات لتقليل خسائرها الاقتصادية المترتبة عليه من جهة، ومن الجهة الأخرى تكريس دفاعاتها على الجبهة الخارجية من أجل تغيير المعادلة على الأرض اليمنية، بعد أن سيطرت قوة أنصار الله الحوثية على معظم المعسكرات في العاصمة صنعاء، واضعة أمالها على القوات الحكومية بزعامة عبد رب منصور هادي من أجل تفكيك قبضة الحوثيين عن العاصمة. الأوراق تختلط في الملف اليمني ما بين الفيروس المستجد والتصعيد المستمر، بينما يعلق بعض المراقبين الأمال على دعوة الأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل لبحث وقف إطلاق النار والتركيز على مواجهة الوباء، كما التوصل إلى اتفاق يوحد الجهود لمكافحته. بينما يبقى السيناريو مفتوحاً إن كانت ستنجح الجهود الدولية بوقف إطلاق النار وتوحيد الأطراف المتنازعة لمنع كارثة أقاب قوسين أو أدنى من أن تحل باليمنيين في حال تفشى الوباء، أو سيكون وقع الكارثة مضاعفاً عندما يختلط الفيروس بدائي الحرب. أرحب مجددا معي بدكتور حسن مرهش، خبير شؤون الشرق الأوسط، عبر خدمة سكايب محمد الأحمد الصحفي والناشط الحقوقي اليمني من اسطنبول، وعبر الخط الهاتفي دكتور شاهر النهاري الكاتب والمحلل السياسي السعودي. أبدأ مع محمد الأحمدي من اسطنبول الصحفي والناشط الحقوقي. إذا لماذا يعود الاقتتال إلى اليمن رغم ترحيب الأطراف المتقاتلة والمتحاربة في اليمن بالدعوات الأممية بوقف الاقتتال، لكن نشاهد تصعيد متواصل بين الطرفين رغم تفشي وخوفا من تفشي فيروس كورونا ومخاطر هذا الفيروس على العالم أجمع؟ تحية لك والمشاهدين ولضيفيك، وتمنياتي بالسلامة للشعب اليمني وللعالم من فيروس كورونا. في الحقيقة اليمنيون أمام تحدي كبير فيما يتعلق بمخاطر تفشي كورونا، وفي ظل المخاوف أيضا الدولية، وللأسف اليمن يعاني من انهيار كبير في قطاع البنى التحتية للقطاع الصحي. البنى التحتية للقطاع الصحي شهدت دمارا واسعا خلال 5 سنوات من هذه الحرب. ما يتعلق بتصعيد العمليات لميليشيا الحوثيين الانقلابية في اليمن، أعتقد والجميع يعرف أن هذه الحرب أساسا لم تكن خيار اليمنيين.
الحرب فرضها الحوثيون الانقلابيون بدوافع ذات بعد عنصري سلالي في الحقيقة، يتعلق بمفاهيمهم للسلطة وأنهم لديهم حق إلهي في الحكم، في السيطرة على البلاد وفي التسلط على اليمنيين، وبالتالي جروا البلاد إلى أتون هذه الحرب المدمرة. واليوم هم ماضون في مشروعهم لبسط سيطرتهم على كافة المناطق التي يمكنهم الوصول إليها، وللأسف الشديد في ظل عجز كبير للحكومة الشرعية وتخاذل من التحالف السعودي الإماراتي الذي أضاع طريقه في اليمن وذهب باتجاه حسابات أخرى أضرت بمعركته ضد الحوثيين وأضرت أيضا حتى بالشرعية ودفع الشعب اليمني الثمن باهظا. واليوم هناك مخاطر حقيقية من الإجهاز على ما تبقى من حضور للشرعية اليمنية في الجغرافيا اليمنية، مأرب وقبلها الجوف، هناك ضغط عسكري كبير لميليشيا الحوثيين، بالمقابل تذهب مقاتلات التحالف لضرب اسطبلات الخيول والجبال في صنعاء وتتجاهل حشود الميليشيا الحوثية إلى المحافظتين وهما محافظتان في الحقيقة تحتلان موقع. ما دلالة ذلك؟ ما دلالة أنهما على قرب من الحدود؟ ما دلالة الذي تقوله سيد أحمدي؟ للأسف الشديد كان لدى التحالف حسابات أخرى في هذه الحرب. اليمنيون كانوا على قلب رجل واحد مصطفين مع التحالف لإسقاط الانقلاب الحوثي، باعتبار أن الحوثيين أداة لإيران وأنها يمكن أن تكون يعني أن توجه طعنة خاصرة للأمن القومي العربي وللخليج، وبالتالي كان اليمنيون كلهم ينشدون إعادة دولتهم على يد التحالف السعودي. نعم. التحالف الذي كان تحالف عربي بقيادة السعودية ثم تلاشى وأصبح اليوم مجرد تحالف بين السعودية والإمارات وتقاسم للنفوذ، وبالتالي تم العمل على في الواقع على خارج إطار الأهداف المعلنة للتحالف، وذهبت السعودية والإمارات إلى تفكيك مكامن القوة لدى الحكومة الشرعية في المناطق المحررة في الجنوب، وتوقفت عملية التحرير على عند حدود الشطرين ما قبل الوحدة اليمنية، ثم أيضا عانى الجيش الوطني من كثير من الاختلالات وعانى كثير من أوجه العجز. كان قد عبر عن ذلك بصراحة رئيس التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية الذي قدم استقالته أيضا يعني قبل أن يقال بسبب تعبيره واضح بشكل واضح أو إعلانه بشكل واضح عن وجود إخفاقات كبيرة فيما يتعلق بدعم التحالف للجيش الوطني وإعاقة الجيش الوطني عن إحراز معركة حاسمة وتحول في الميدان. نعم. ابقى معي لو سمحت دكتور شاهر. هذه التطورات جميعها تأتي يعني بعد فشل مفاوضات كانت تجرى بين السعودية وجماعة الحوثي لبحث تهدئة عسكرية بين الطرفين. لماذا سقطت هذه المفاوضات وهذه التهدئة التي كان يبحث عنها الطرفان؟ وشاهدنا أمس أو أول أمس صواريخ باليستية تطال العمق السعودي. دكتور شاهر إن كنت تسمعنا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، نعتذر عن هذا الخلل التقني. دكتور حسن، يعني الكثيرون وكثير من المراقبين يقولون أن الحوثيين مراوغين ولطالما استفادوا من دعوات التهدئة وإعلانات وقف إطلاق النار كي دائما في محاولة الاستغلال وإحداث اختراقات عسكرية معينة، ويستشهدون بذلك ما يحدث في صنعاء، في الحديدة، في مأرب، في الكثير من النقاط في اليمن. أنا باعتقادي الهدف الأساسي في اليمن هو السلام. يعني دعنا ننطلق من هذه النقطة. وعندما يدور حوارات سلمية ما بين الأطراف، يعني في هناك إلى جانب طاولة المفاوضات يجب أن تكون هناك أيضا وقائع على الأرض عسكريا. يعني نحن تعلمنا من التجربة السورية، عندما يكون تقدم إلى الجيش السوري
وهذا كان يستغلها في نقاط المفاوضات، كانت تعطيه الأولوية بما يدور حول الطاولة. وباليمن نحن نرى نفس الموضوع، ولكن المراوغة السعودية، النفاق السعودي في هذا السلام الوهمي الذي يدعونه، يعني يدعون السلام واتفاقيات جنيف ويستمرون في قصفهم بالطائرات إلى المدن والمدن اليمنية وخاصة العاصمة صنعاء، وبقصف وقتل الأبرياء. وما كان يوم أمس من الحوثيين هو رد على القصف السعودي الذي كان من تحت ذريعة الصواريخ الباليستية اليمنية وقتل الأبرياء، وبذلك قصفت الرياض ونجران وعسير وغيرها من قبل الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة وغيرها. هذا كان ردا على الاعتداء السعودي، لأن السعودي هو المنافق بهذا الموضوع، أو التحالف السعودي هو المنافق بهذا الموضوع. اليوم ما يحصل على أرض الواقع، وأعتقد هذه نقطة أساسية مهمة جدا لصالح الجيش اليمني والحوثيين والحشد الشعبي اليمني الذي يحارب مرتزقة السعودية ومرتزقة هذا التحالف ومرتزقة هادي الذي لم يصف له إلا مأرب اليوم، و تعتبر ساقطة عسكريا مأرب بعد تحرير كل المناطق والمعارك التي تمت، ومعسكر اللبنات اليوم تم أيضا السيطرة عليه من قبل القوات العسكرية اليمنية والحوثيين، وبهذا يعطيهم نقاط يعني بالنسبة للحوار إذا عادوا إلى طاولة المفاوضات يكون نقاط إيجابية لصالح الشعب اليمني. هذه النقاط يعني عسكريا مهمة جدا على الأرض. السعودي لا يوجد لديه ما يفعله في اليمن، يعني هو يقتل الأبرياء من اليمنيين. اليمن هي، ويعني دعنا نقول الحق بهذا الموضوع ونعطي كل جهة حقها، الموضوع هو موضوع يمني بحت، على التحالف السعودي أن يخرج من هذه المعادلة ليجلس جميع الأطراف من اليمن من الجنوب ومن الشمال ومن صنعاء ومن جميع المناطق وجميع التحالفات وجميع الفئات، لأنه عندما يتحدث ضيفك من إسطنبول الحوثيين هم يمنيون، يعني هذه التسميات هي تسميات عنصرية، يعني علينا أن لا نتحدث بها. بالتالي هم يمنيون، هم لم يأتوا من السعودية واحتلوا اليمن أو دخلوا إلى اليمن، هم يدافعون عن أرضهم وعن بيوتهم وعن عرضهم وعن كرامتهم وعن أبريائهم وأطفالهم ونسائهم ويحملون به. فأنا أعتقد أنه التحالف عليه أن يخرج والسعودية تخرج من هذه المعادلة، تترك اليمن إلى اليمنيين، تحت هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن يدور حوار سلمي بين جميع الأطراف ليتفقوا من هو سوف يكون في هذه. يعني اليوم أنا أعتقد أن هناك اتهام واضح إلى مجلس الأمن وإلى هادي، هم يغررون في السعودية والتحالف السعودي ويقول إحنا سوف نسيطر على صنعاء يا بضعة أيام بضعة. هذا الوحيد الذي يصدقهم هو محمد العربي مع المقولة الشهيرة تبعته، كم أصبحت بعيدة يا صنعاء. يعني الأمر واضح، واليوم لم يبقى لهادي إلا مأرب وهي ساقطة عسكريا. نعم سيد الأحمدي، يعني كثيرون أيضا يقولون أن ثمة أهدافا وراء استئناف الحوثيون للضربات الصاروخية، وأهمها هي تحريك المشاورات بشكل حاسم وسريع والدخول في مفاوضات مباشرة. إلى أي مدى تتوافق مع هذا الرأي؟ أولا اسمح لي أن أقول لضيفك الذي يتحدث متعاطفا مع ميليشيا الحوثيين التي تمثل ذراع إيران في اليمن، أقول له ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، هو يتحدث عن ميليشيا طائفية عنصرية. اليمن لم يعرف الطائفية قبل انتفاشة هذه الميليشيا، هذه الميليشيا التي يتحدث عنها وكأنهم طيور الجنة فجرت منازل اليمنيين كل يوم وهي تقصف بشكل عشوائي تجمعات اليمنيين، هي من بدأت هذه الحرب، هي من أطلقت أول رصاصة في اليمن وعملت ذلك كجزء من الثورة المضادة التي كانت تحاول وقف طموحات اليمنيين، ولكن الحوثيون ذهبوا أبعد من ذلك وذهبوا باتجاه عدن، وهذا باعتراف حتى بعض المقربين من النظام السعودي كما نعرف. لكن في المحصلة أيضا هو يتحدث عن حوار وحوار يمني يمني، عندما كان اليمنيون يتحاورون
في الحوار مؤتمر الحوار الوطني الذي خرج بمسودة للدستور وكان يضع أقدام اليمنيين على نقطة التحول على مسار التحول الديمقراطي، كان الحوثيون حينها يهجمون على المعسكرات وينهبون السلاح ومخازن الجيش ثم يحضرون لحربهم على المجتمع اليمني، وبالتالي هم الحوثيون من بدأوا هذه الحرب وهم من اختاروا هذه الحرب وهم العدوان الأساسي في الحقيقة، وهم الذين اليوم يختطفون اليمنيين في سجونهم ويعذبونهم حتى الوفاة ويتخذونهم دروعا بشرية. ما الهدف الكامن وراء ذلك؟ يعني تقول بأن الحوثيون هم من بدأوا بهذه الحرب، إذا لماذا يعني يستأنف الحوثيون هذه الضربات في هذا التوقيت بالذات؟ أنا هنا لست أدافع، لا يعني أنا أتكلم بصوت الإنسان اليمني الذي يعاني ويلات هذه الحرب والتشرد بسبب الحوثيين وحربهم وعدوانهم وطغيانهم وبسبب غباء التحالف السعودي الإماراتي أيضا وحساباته وجرائمه أيضا بحق الشعب اليمني. وبالتالي حتى عندما يتحدث ضيفك عن جيش بشار ثم يصف الرئيس الشرعي هادي بأنه مرتزقة هادي، أعتقد أن هذا أسلوب تضليل واضح وهو جزء أيضا حتى من الخطاب الدعائي لميليشيا الحوثيين، وبالتالي هو لا يستحق وصف مع تقديري، يعني محلل سياسي ليس محايدا على الإطلاق، كان يمكن أن يظهر باسم متعاطف مع ميليشيا الحوثيين على الأقل. على أي حال عندما نتحدث عن الحوار وعن الهدنة الرئيس بشار الأسد انتخب من قبل الشعب، هذه من عينه السعودية، هي من عينت هذه ينتخب من الرئيس، ينتخب من الشعب وليس يعين من قبل السعودية، هذا الواقع تحدث فيه. ولكن واضح كرهك إلى الحوثيين لأنهم انتصروا ونظفوا كل هذه المرتزقة السعودية الموجودة على الأرض. نعم. السعودية هي جار لليمنيين ونختلف ونتفق معهم، نعارضهم. هي من تقصف اليمنيين وتقتلهم بطائراتها وأنت تتحدث عن جار، جار يقتل اليمنيين، جار يقتل أطفال اليمن، جار قصف أماكن العزاء والمساجد اليمنية، ما تتحدث أنت؟ من يمتلك الطائرات المهلية في المنطقة؟ وهي ميليشيا إرهابية مارست القمع والتنكيل والإرهاب بحق هم الشعب اليمني، هم الشعب اليمنيون يحررونها من المغرضين. ابقى معي لو سمحت دكتور حسن، هناك أيضا ما يقول أو رأي قائل بأن الحوثيون استغلوا انشغال السعودية في أكثر من ملف، لا سيما في أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية، صراعها مع روسيا، صراعها النفطي مع روسيا وتدني أسعار النفط وانخفاضه. إذن هل هي الفرصة كانت مواتية للحوثيين كي يستغلوا هذه الفترة غير المناسبة أبدا للسعودية؟ الجيش اليمني والحوثيون لهم أهدافهم بتطهير الأرض اليمنية من كل هذه المرتزقة التي أتى فيها التحالف السعودي والإماراتي الذي انسحب قبل فترة، وهذه المرتزقة ما تفعل وكهذا بلسان محلل ضيفك الضيف السعودي في الحلقة السابقة تحدث عن هذه المرتزقة التي ومنهم اليمنيون الذين ينهبون اليمنيين ويسرقون ويصرفون الأموال ويقتلون الشعب اليمني، هذا ما تحدث فيه الضيف سعودي وكان ضيفك من إسطنبول موجود معنا في الاستوديو. ولكن يعني هو لا يريد أن يعترف بهذه الأمور، واضحة الميول أو توجهه اتجاه من، ولكن أعتقد يعني هو ميول إخواني هادي، وهذا ما يحصل اليوم في السعودية، لأن كل من يتواجد ويحتمي في الكنف التركي هو يتبع الإخوان، وبالتالي الحوثيين لم يستغلوا أي فرصة. يعني السعودي هو ليس منشغل يعني حتى وإن كان منشغل سياسيا بالكورونا وغيرها من الأمور والنفط والصراع مع روسيا، وهذا شؤون داخلية، هناك من يحارب هي نعم. يعني هناك نتوجه الى السعوديه وهم نعم. استمروا دكتور. وبادروا في القصف نعم. الابرياء في اليمن. عبر الخط الهاتفي ينضم الينا المحلل السياسي السعودي عبد الحميد الغبين. سيد عبد الحميد اهلا بك، لماذا يستمر الاقتتال في اليمن رغم ليش ما يكون سكايب؟ نعم السيد عبد الحميد هل تسمعني؟ نعم نعتذر عن هذا الخلل ايضا. نعود للسيد عبد الحميد مجددا بعد قليل.
إذن هل يقضي الحوثي على التفاوض نهائيا مع السعودية بضربه الرياض وصواريخ باليستية نراها تطال العمق السعودي؟ هذا رد لردع العدوان السعودي، هذا ليس بإنهاء الحوار، وبالتالي السعودي هو ليس جانب بهذه التفاوض. على السعودي أن داعم إلى هادي والإخوان في اليمن أن يطلع من هذه، أن يخرج من هذه المعادلة، ويجعل يعني لو نريد حل فعلا نحن في اليمن ماذا يتطلب بالأمر على أرض الواقع؟ يتطلب بداية في التحالف أن يسحب هذه المرتزقة، أن يجعل هناك تحت هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يكون هناك رقابة على الحوار السياسي بين أطراف اليمنيين الموجودة، فتح الموانئ اليمنية، فتح المطارات اليمنية لكي يتسنى إلى توصيل المواد الغذائية والطبية إلى اليمن. ونحن نعرف أكم طفل مات في مرض الملاريا في اليمن ولم يتحرك ساكن إلى العالم، ولم يتحرك ساكن إلى الأمم المتحدة وغيرها، ومنعت أيضا السعودية من أن يصل أي مساعدات طبية وغذائية. حتى هناك طائرات روسية كانت يعني بتنقل، ولولا روسيا يعني لما استطاعوا نقل الجرحى وغيرهم إلى مستشفيات موجودة في روسيا وإيصال بعض المواد الغذائية إلى اليمن. إذن عندما نريد السلام وهناك أهداف حقيقية إلى السلام، إذن علينا أن نفتح المطارات، نفتح الموانئ، نفتح حوار سياسي متواجد، الكف عن قصف الطائرات السعودية إلى المناطق اليمنية وقتل الأبرياء اليمنيين، وسحب المرتزقات التي تنهب من خيرات اليمن وتنعم بثروات اليمن اليوم هي والإخوان وهادي. أتوجه إلى السعودية وعبد الحميد الغبين المحلل السياسي السعودي. سيد عبد الحميد أهلا بك. إذا لماذا يستمر الاقتتال في اليمن رغم انشغال القوى الإقليمية الداعمة للأطراف المتحاربة بوباء كورونا وبهذا الفيروس؟ إيران أكبر المتضررين، أيضا السعودية متضررة كثيرا، سيما مع انخفاض النفط والخلاف مع روسيا حول أسعار النفط. إذن لماذا كل هذا التصعيد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. نعم نعتذر أيضا مرة أخرى. سيد أحمدي، إذن أتوجه إليك بذات السؤال. سيد أحمدي، نشاهد تصعيد واقتتال في اليمن رغم انشغال القوى الإقليمية الداعمة للأطراف المتحاربة بفيروس كورونا ومكافحة هذا الفيروس، لماذا برأيك؟ أنا أتمنى أولا من ضيفك أن يحترم أدب الحوار وألا يقاطع مثلما أني لم أقاطعه أثناء حديثه، ويبدو أنهم لم يتعلموا جيدا حتى في مسألة الحوار. يعني هو يتحدث عن الحوار لكنه لا يجيد الحوار ولا يجيد الإنصات والاستماع، مثلما كان يفعل الميليشيا الحوثية تماما في مؤتمر الحوار الوطني. عقد مؤتمر حوار وطني، لا أدري إن كان يعرف اليمن تماما أو هو لا يعرف شيء عن اليمن. عقد مؤتمر حوار وطني واسع وشارك فيه ميليشيا الحوثيين، لكنهم ذهبوا باتجاه الحرب قبل أن يتدخل التحالف بقيادة السعودية لدعم الشرعية أو بهدف دعم الشرعية، وهو الهدف الذي للأسف لم يلتزم به. ما يتعلق اليوم بخطر تفشي كورونا والدعوات الأممية لوضع حد لهذه المأساة ووضع يعني وإطلاق هدنة للتفرغ لمواجهة هذا الخطر، دائما المشكلة التي يصطدم بها اليمنيون وتصطدم بها كل دعوات الهدنة هي تعنت ميليشيا الحوثيين وعزوفها تماما عن الانخراط في أي عملية سياسية. هناك عدة جولات من الحوار تمت مع ميليشيا الحوثيين، هناك رزمانة من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تطالب ميليشيا الحوثيين بالتخلي عن بالخروج من مؤسسات الدولة وتسليم السلاح والكف عن جرائمها بحق اليمنيين، لكنها لم تلتزم بأي من هذه القرارات. أدعو ضيفك إلى الاطلاع قليلا على قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن. مساعي المبعوث الأممي دائما يعني تصطدم أيضا بجدار الصد لميليشيا الحوثيين وتعنتها. التصعيد الأخير في مأرب والجوف وفي نعم لميليشيا الحوثيين يعني هو جزء من هذا السلوك الذي درجت عليه عندما تعلن في الواقع تعلن شيء وقبولها بالهدنة، بينما في الواقع شيء آخر. الفزاعة دائما التي تستخدم لمن يرفض جرائم إيران وميليشيا
أحداثها في المنطقة العربية هي الإخوانجية والإرهاب والدعشنة. هذه المصطلحات تعودنا عليها في اليمن، أطلقتها ميليشيا الحوثيين وذهبت لقتل الأطفال والنساء والمدنيين قبل غارات التحالف وفي أثناء غارات التحالف وبعد غارات التحالف. فبالتالي الحديث عن حوار مع ميليشيا الحوثيين هو جزء، يعني في الحقيقة لدينا تجربة مريرة مع هذه. نعم سيد محمد الأحمدي، أعتذر لما يتبقى الكثير من الوقت. الصحفي والناشط الحقوقي اليمني كنت معنا من اسطنبول. دكتور حسن مرهج خبير شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك دكتور. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة هذا المساء، نلقاكم بإذن الله في حلقات أخرى.